لابد أن نقف عند العبر قبل أن نقف عند الحدث. فالعبر هو أن نجدد تاريخ سيدنا الأمير عبد القادر في بعده الحضاري والإنساني، على اعتبار أنه هو مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة وداعي إلى مفهوم التسامح والأخوة والسلم العالمي. الأمير عبد القادر كان في عمره 26 سنة وهاجم قوة ضخمة الفرنسية يرأسهم الجنرال تريزيل. أمير عبد القادر حصروا من غابة مولاي إسماعيل، غابة زبوج في لامغدو، وجابوا عند المستنقعات هنا قرب هذا المكان، واخذ انهزام كبير.